السلام عليكم ورحمة الله تعالى. حدثين مش مرتبطين ببعض، لكن نفس اللجان الإلكترونية السعودية المصرية الإماراتية الناعقين لهذه الأنظمة، وخرجوا يستنطعوا على كرامتهم وعروبتهم في حدثين مش مرتبطين ببعض، حدث مرتبط بالمغاربة اللي في هولندا، والحدث الثاني مرتبط بالليبيين داخل ليبيا. خلينا من المغاربة، شفتوا اللي حصل في امستردام، مش محتاجين نتكلم تاني، لكن خرجنا اتكلمنا مع حضراتكم وقلنا ان شرطه هولندا في امستردام قالت ان مشجعي نادي مكابي تل ابيب هم اللي بداوا بالشجار الاول. خرج اعلاميين وصحفيين هولنديين قالوا نفس الكلمات. Said. Then on their way to the match some Maccabi fans were filmed singing racist and anti-Arab songs. الهولنديين ذاتهم قالوا ان مشجعي نادي مكابي تل ابيب اللي اتغطرسوا الاول، وكانوا فاكرين ان نفسهم بيتعاملوا داخل تل ابيب في حماية طائرات الاف 35 والدبابات المركافة، اتفاجئوا مباشرة بانهم بيواجهوا اسود الاطلس المغاربة. فالمغاربة راحوا تدخلوا بسبب ان مشجعي مكابي تل ابيب طلعوا على جدران بعض المنازل. خرجت الشرطه في هولندا اتكلمت بالشكل ده. Maccabi supporters wordt op het rokinnen vlag van de gevel gehaald en ze vernielen een taxi. دي شرطه مين؟ هولندا. ورغم ان المنبطحين والمستنطعين واللي باعوا كرامتهم وباعوا كل حاجه، المستعربين من كل مكان خرجوا وطلبوا هولندا رحليهم مشيهم خرجيهم، إلا إن الشرطة الهولندية أخلت سبيل أكتر من 90% من المغاربة وقالت مش هم اللي بدأوا بالشجار، اللي بدأ نادي مكابي تل أبيب. الخبر خرج من هنا حالة من الغليان والسعار والصدمة الكبيرة جدا جدا للجان الإلكترونية في الإمارات، في السعودية، في البحرين، في مصر. ونزلت التويتر أمام حضراتكم، وطبعا يسعدني إن حضراتكم تشتركوا في تويتر، والرابط هيكون موجود في صندوق الوصف على اليوتيوب وفي اول كومنت مثبت. حاله من الصدمه الكبيره جدا، ازاي تخرجيهم يا هولندا؟ ازاي تخرجي المغاربه اللي دفعوا عن كرامه وشرف ومروءه العرب؟ ما اصل مشجعي مكابي تل ابيب كان بيقول لك ايه؟ الموت للعرب. فالمغاربه علشان رجاله رفضوا ان حضرتك تكون مطع مباح لمشجعي نادي مكابي تل ابيب، فتدخلوا علشانك، فانت بتطالب هولندا تعاقبهم، فهولندا اخلت سبيل معظمهم. الغريب في الحكايه ان المنبطحين اللي ذكرتهم لحضراتكم في هذه الانظمه كانوا بيقولوا مع بدايه الازمه بتاعت امستردام على كل الجاليات العربيه المسلمه احترام قوانين هولندا والنمسا والفلبين ومدغشقر والكلام ده كله. جميل جدا انك تحترم قوانين الدوله اللي انت موجود فيها، ده شيء رائع جدا، بس ما تبقاش منبطح. ثم ان المغاربه احترموا قوانين الدوله، يا ابني ده واحد بيتسلط بيتك. زي التويتة اللي امام حضراتكم دي لواحد اسمه محمد ابو حامد، واحد من مستنطعي مراكيب السيسي، قال لك انا ارفض مش عارف ايه اللي بيحصل واللي حصل في امستردام. يا حبيبي لو واحد طلع على بلكونه بيتك من على الماسوره مواسير الصرف وطلع لبلكونه بيتك وشاف زوجتك وبناتك قاعدين مرحرحين ولابسين لبس مرحرح كده، حضرتك هتسيبه ولا هتبقى راجل وتتخذ موقف، ولا هتبقى محمد ابو حامد؟ هبقى محمد ابو حامد. لدرجة إن الشيء اللي أمامكم دي الست اللي أمامكم ديت، دي لجنة على فكرة وموجودة في أمريكا، بس مش لجنة من بتاعت آل سعود ومصر والسيسي وكده، لا ديت واحدة ناعقة بجد يعني موجودة في أمريكا، كان كاتبة إن صحابة البنات يا عيني الغلابة موجودين في هولندا هيتم ترحيلهم علشان خاطر موقف العربي المسيء لجماهير مكابي تل أبيب. دخلت رديت عليها وقلت لها ابعتي لي أرقامهم وهكفي المحامي ليهم إن يدافع عنهم في موضوع الترحيل، رغم إني عارف إنها كدابة، فما كانش ردها غير بهذا الشكل، وسكتت اللجنة الناعقة، كله سكت لما هولندا برأت العرب والمغاربة تحديدا. فبعض المستنطعين المراكيب العرب كان عايزينك تبقى محمد أبو حامد، كان عايزينك تبقى داليا زيادة، كان عايزينك تبقى أمجد طه، كان عايزينك تبقى مركوب من ضمن المراكيب دول، فقاموا يحرضوا الشرطة الهولندية والحكومة الهولندية لترحيل إخواتهم المغاربة اللي دافعوا عن مروءتهم وكرامتهم. فشاء الله عز وجل من فوق سبع سماوات بالفيديوهات وبشهود العيان الهولنديين انفسهم، المغاربه ابرياء ما عملوش اي حاجه، والشرطه الهولنديه قالت اللي استفزهم مشجعي نادي مكابي تل ابيب اخلاء سبيل عودوا الى بيوتكم. الجزء الثاني اللي له علاقه بليبيا رابط شويه في موضوع المستنطعين اللي بيقول لك احترموا قوانين الدول الاوروبيه. ليبيا اتخذت قرار يا جماعه الحجاب فرض على كل الفتيات، ما فيش واحده تطلع عليها نص شعرها، ما فيش واحده تلبس لبس ضيق ولا محزق ولا ملزق، الشباب ما تلبسش لبس المقطع والبراطين المقطعه، ده ليبيا اللي اتخذت القرار ده. ما فيش ولد وبنت يقعدوا مع بعض ويقول لك اصل احنا اصحاب اصل احنا زملاء، لا يا زوج يا اب يا اخ،
انت بقى يا حبيب تبقى اوبن بوفيه وتبقى الدنيا معاك بيس وراجل اوبن مايند الدنيا بيس معاك، او انت حر. دي دوله بتطبق قوانين، عايز تحترمها اقعد على اراضيها، مش عايز تحترمها ده هي حره، صح؟ خرج نفس المستنطعين المنبطحين يقول لك ليبيا رجعيه ديكتاتوريه، رغم ان نفس المنبطحين دول لما النمسا اتخذت قرار حظر النقاب خرجت المملكه العربيه السعوديه وقالت علينا باحترام، والجاليه السعوديه تحترم شروط دوله النمسا. طب ما تحترموا شروط دوله ليبيا. موضوع بسيط جدا اهو. ليبيا هي شايفه من وجهه نظرها ليبيا عباره عن دوله قبائليه شويه، فيها قبائل وعشائر وعندهم الالتزام والتدين، يعني الدنيا مش بيس معاهم قوي، فمش مش منفتحه معاهم قوي يعني. فاحترم قوانينهم. الراجل حر، هو بيقول لك والله احنا كوزاره الداخليه الليبيه هنحجب الفتيات. خلاص انت مش عاجبك الكلام ده، انت حر. انت عايز تبقى الموضوع بالنسبه لك زي العلا وملابس البكيني في مأذن صالح وملابس البكيني في العالمين عندنا في مصر او في الجونه او في الامارات فنادق دبي، انت حر. ده قوانين بلدك سمحت لك انك تبقى الدنيا بيس معاك، خلاص مفيش اورني، سمحت لك انك تبقى اورني. ليبيا رافضه الكلام ده كله. فليه انتوا النهارده بتهاجموا الحكومه الليبيه اخوانيه رجعيه متخلفه، بينما لما حصل اللي حصل في هولندا في اسبانيا في النمسا في ايطاليا في فرنسا في حظر النقاب والحجاب ما حدش فيكم اتكلم، بل بالعكس لما بعض الدول وبعض انظمه هذه الدول زي فرنسا على سبيل المثال لما اتكلمت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاولت تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم وتسيء اليه، خرجت نفس الانظمه المستنطعه تقول معلش ما ينفعش ان احنا نواجه هذه الدول ولا نتكلم عنهم، دي حريات شخصيه ودي حريات، زي مصر والسعوديه لما دعموا ماكرون في اخر اساءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك العلاقات مستمره والسيسي استقبل ماكرون والدنيا بيس معاه. فمنين يا نطع انت وهو عايز تفرط في شرفك وكرامتك ومرؤتك في كل شيء؟ ليبيا هي حره في تطبيق ده على اراضيها، والله اللي عايز يعترض يعترض من الشعب الليبي ذاته، انما ما تجيش انت يا نطع من تقول اصل انا موافق على ان النقاب يخلع ويتشال في اوروبا بس رافض ان يتحط في ليبيا، وتقول لي اصل ده اوروبا دي قوانين دوليه وليبيا ده قمع. طب ما هم احرار، انت مالك؟ انت اللي يعترض اهالي ليبيا ذاتهم، واحد يخرج من ليبيا يقول لا والله انا عايز ابقى اورني وزوجتي وبنتي تلبس نفس اللبس اللي بيلبس في العالمين في مصر او في مهرجان الجونه او بيلبس في مأذن صالح، وعايز ابقى ناطع زي بتوع فنادق دبي، انت حر. انت حر، انت حر انك تبقى اورني. كذلك الليبيين احرار انهم يكونوا عندهم شيء من الحفاظ على الكرامه والمروءه، زي اغلب الشعوب العربيه يا جماعه والله تتفق او تختلف معهم، شعوب محافظه جدا من الجزائر للمغرب لتونس لليبيا لمصر للسعوديه ذاتها للامارات، الشعوب اغلبها محافظه، لكن بعض الانظمه والناعقين اللي حوالين الانظمه دول اللي عايزينك يكون ملكش شرف لا سياسيا ولا اعلاميا ولا اجتماعيا ولا دينيا ولا اخلاقيا ولا تعليميا ولا اي حاجه من دي تماما، يعترضوا على اخواتهم المغاربه اللي استرجلوا بيدافعوا عن شرفهم وكرامتهم، وفي نفس الوقت يقول لك احترم قوانين اوروبا، فتصدر ليبيا قرار يقول لك ده قمع ديكتاتوريه وتخلف ورجعيه. صدقني لن يرضوا عنك ابدا حتى تتبع ملتهم في انك تكون ذليل لنتنياهو ولامريكا. سلام عليكم.